بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ببتدي معاكم درس التكامل الجزء الأول في رياضيات 6 رياضي 366 للمستوى الثالث العلمي. بنبتدي بأهدافنا. الهدف الأول التعرف على قواعد إيجاد الدوال الأصلية. الهدف الثاني إيجاد الدوال الأصلية لدالة ما. الهدف الثالث حساب التكامل غير المحدد لدالة ما. بنبتدي بالهدف الأول إيجاد الدوال الأصلية لدالة ما. نأخذ مثال: أوجد الدالة الأصلية للدالة التالية في الفترة المعطاة. أعطاني دالة f of x تساوي 3x تربيع، بحيث أن x كل عدد ينتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية. أي أقول الدالة اللي عندي f of x أبي أرجعها إلى دالتها الأصلية، معناتها أن f of x هي مشتقة وأنا أبي أرجعها إلى دالتها الأصلية، فأنا أحاول أشوف شلون برجعها إلى الدالة الأصلية. أشوف معاكم هني 3x تربيع، أي أقول هي إحنا قبل شو نسوي؟ ناخذ المعامل نضربه في الأس، معناته لو أنا جربت x تكعيب وخذيت المعامل لها واحد، واحد في ثلاثة يعطيني ثلاثة، إنزين لما أطرح من الأس واحد يعطيني تربيع، فهل هي الدالة الأصلية؟ نعم بذلك هي الدالة الأصلية. كملت من هذا المثال أنتقل إلى الجزء اللي بعده. نأخذ بعض الملاحظات الهامة. الملاحظة الأولى أنا لما يكون عندي f of x تساوي x أس 5، أشوف المشتقة لها تساوي الخمسة اللي هي الأس في معامل x أس 5 اللي هو 1 يعطيني 5، طبعا الأس أطرح منه 1 فيعطيني 4، فهذه مشتقتها 5 x أس 4. نأخذ دالة ثانية. الدالة الثانية هي x أس 5 زائد 2، فجمعت معه عدد ثابت. هيا أشوف المشتقة بنفس الطريقة بيعطيني الخمسة اللي هي الأس في المعامل 1 يعطيني 5، أطرح من الأس 1 فيعطيني 4. زين زائد 2 اللي هو العدد الثابت لما أي أشتقة قلنا من قبل في المشتقات الدروس السابقة يصير مشتقة أي عدد ثابت بصفر، فبلاحظ أن المشتقة اللي عندي 5 x أس 4. نأخذ بعد دالة اللي هي x أس 5 ناقص 7، أشتقها بنفس الطريقة، بلاحظ عندي 5 x أس 4 المشتقة وسالب 7 هو عدد ثابت مشتقته بصفر. لما طالع الدوال اللي عندي هني الثلاث دوال بلاحظ أن كل مرة يكون العدد الثابت غير، لكن x أس 5 نفس ما هي، الحد الأول نفس ما هو x أس 5، فقط اللي أنا قاعدة غير الثابت، مرة حطيت بصفر ومرة حطيت عدد موجب ومرة حطيت عدد سالب، ولقيت أن نفس الشيء يعطيني المشتقة. نرجع إلى الشريحة اللي عندنا، فبلاحظ عندي كل المشتقات بنفس الصورة، معناته أنا لما يكون عندي أي دالة وأبي المشتقة لها، إذا كانت نفس الدالة نفس الـ x أس مثلا 5 والثابت هو اللي تغير بيعطيني نفس المشتقة. زين شلون أنا أرجع من المشتقة إلى الدالة الأصلية؟ طبعا لما أخذ المشتقة وأرجعها إلى الدالة الأصلية أنا ما أعرف أي واحدة فيهم، هل هي الأولى لما الثابت يكون صفر، أما الثانية لما الثابت يكون أي عدد موجب، أما الثالثة لما يكون أي عدد سالب، فيشوف الطريقة اللي أنا أبها أقدر أرجع لهذه الدالة الأصلية وأي واحدة فيهم. بنشوف مع بعض. أي إلى مفهوم جديد أول مرة باخذه بسميه التكامل الغير محدد. التكامل الغير محدد هو عبارة عن دالة الأصلية اللي أنا أبيها اللي أبي أوجدها لما يكون عندي مشتقة وأبي أرجع للدالة الأصلية. إيه يقول لي أن رمز التكامل، نشوف مع بعض، لازم رمز التكامل بذي الشكل
مع الدي اكس، هذه هو رمز التكامل عشان اوجد الداله الاصليه. هني بحط الداله اللي هي داله المشتقه، فهذه الدي اكس مع رمز التكامل اثنينهم لازم محطوطين عندي لما اي اوجد الداله الاصليه. بقول يساوي الداله الاصليه زائد سي. ليش قلت زائد سي؟ لان انا ما اعرف العدد الثابت، هل هو صفر او هل هو عدد موجب او هل هو عدد سالب، فدائما احط زائد سي. وقلنا سي هو اي عدد ينتمي الى الار، وهني نقول ويسمى سي ثابت التكامل الغير محدد. نرجع مع بعض نشوف هذه الهدف. التعرف على قواعد ايجاد الدوال الاصليه. نشوف القواعد مع بعض. يقول لي تكامل الكي لدي اكس، الكي هو اي عدد ثابت تكامله عباره عن كي اكس زائد سي، يعني لما يكون عندي مثلا اثنين فتكاملها تكون اثنين اكس زائد سي. ايا تشوف هني التكامل لاكس اس ان، تكاملها باخذ الاكس وبقول اسها زائد واحد على ان زائد واحد، يعني نفس ما سويت في الاس اسوي في المقام زائد سي. الدالة الثالثة لما يكون عندي العدد الثابت كي مضروب في اكس اس ان تكامله يصير باخذ نفس العدد الثابت انزله واقول اكس اس ان زائد واحد على ان زائد واحد زائد سي اللي هو ثابت تكامل الغير محدد. ناخذ اخر دالة، يقول لي لما عندي كي اللي هو العدد الثابت مضروب في اي دالة، الخطوة اللي بسويها بطلع الكي وباي اكامل هذه الدالة. اني الحين الى حساب التكامل غير المحدد لدالة ما. يقول لي في المثال اوجدي كل من التكاملات الاتية. عطاني تكامل 8 دي اكس. تكامل هذه هو عبارة عن عدد ثابت، وإحنا خذينا في الملاحظات السابقة أن أي عدد ثابت تكامله هو نفسه مضروب في x زائد c. ناخذ مثال ثاني، تكامل x أس 5 لدي x. إحنا قلنا تكامله في الملاحظات السابقة هو عبارة عن شنو؟ آخذ الأس أجمع معه واحد، وبعدين x أس 6 أقسمه على نفس الأس اللي أنا طلع لي اللي هو 6 زائد c اللي هو العدد الثابت ومانس c. هني ناخذ ثالث مثال اللي هو 3 x أس 6 لدي x. التكامل اللي بيصير آخذ الثلاثة لأنه عدد ثابت، نطلعه برا نخلي نفس ما هو 3 x أس 6 أجمع مع الأس 1 فيصير أس 7 واقسم على السبعة زائد السي اللي هو العدد الثابت. خلصت من هذه المثال، أي أنتقل إلى مثال آخر. أوجد كل من التكاملات الآتية. التكامل الأول يقول لي تكامل الجذر التربيعي لإكس دي إكس، فبيا تشوف هني شنو سويت. بلاحظ ان عندي جذر اكس صح؟ الاس اللي هني حق الاكس بواحد، الدليل بكم؟ مدام انا ما حطيته فانا اعرف انه هو تربيع. اي احول من الصوره الجذريه الى الصوره الاسيه نفس ما خذينا من قبل، فباي بقول واحد على اثنين يعطيني نص، خلاص صارت اكس اس نص، يعني معناتها ملاحظه اكس اس ان. شلون انا احل هذه؟ اي اقول أجمع مع الأس واحد فيعطيني ثلاثة على اثنين، ولما أطلع إجابة الأس أي أقسمه نفس الشيء على ثلاثة على اثنين زائد السي ما انساها، أي أقول يساوي كترتيب أرتبها ثلاثة على اثنين ما أخليها كذي، أي أقلبها وتصير اثنين على ثلاثة بالضرب مع إكس أس ثلاثة على اثنين. هذه صورة أسية، طبعاً أنا بديت سؤالي بصورة جذرية، لازم أرجع أحولها إلى صورة أسية. ثلاثة هي بتصير الأس، اثنين هي الدليل، بعدين زائد سي. ناخذ مثال ثاني، عندي هني
تكامل 1 على X أس 4. طبعاً في الملاحظات اللي أنا أخذتها ما خذيت كذي 1 على X أس N، فأنا هذه لازم أحولها إلى ملاحظة اللي هي X أس N. شو أسوي فيها؟ أروح أعدلها وتصير لي التكامل 1 على X أس 4 DX. طبعاً أنا بحط رمز التكامل ما أشيله لأن أنا لحن ما كامليت، فبايي أرفع X أس 4 فوق، فهي موجبة تصير سالبة أس سالب 4، صح؟ الحين ببتدي أكامل، ومن أكامل أشيل رمز التكامل، فشلت هذه الرمز والدي إكس. أي أجمع معاه 1، سالب 4 زائد 1 يعطيني سالب 3، وقلت أنا عندي لما يكون سالب 3 الإجابة الأس لازم أقسم على نفس هذه الأس، زائد سي لأن أنا كاملت، يساوي باخذ هذه لأنها أس عدد سالب ونزلها تحت في المقام مع من؟ مع الثلاثة. طبعاً السالب بخليها فوق، ما يصير أقول أنا نزلت تحت يعني ما بقى شيء فوق واحد صفر، خطأ، لازم أحط الواحد، فبيصير سالب 1 على 3 إكس تكعيب زائد سي. وبهذا الشكل أنا انتهيت من ذي المثال. أي انتقل للجزء اللي بعده، حساب التكامل غير المحدد لدالة ما. عندي هني قاعدة ثانية تقول لي لما يكون عندي دالة ولها أس N وبرع مضروبة في مشتقة هذه الدالة، شلون أكاملها؟ التكامل اللي هيكون يساوي 1 على N زائد 1، يعني الأس أجمع مع 1، مضروب في الدالة الأصلية أس N زائد 1 زائد السي. أخذ ذي المثال، أوجدي كل من التكاملات الآتية، أعطاني تكامل 5 قوس 5 إكس زائد 1 أس 3 دي إكس. أي أول شيء أشوف، هل هي من الملاحظات السابقة؟ لا، فأنا ألاحظ أنها هي تناسب هذه الملاحظة اللي عندي. أي أشوف، خذيت أول شيء F of X اللي هي الدالة اللي داخل القوس 5 إكس زائد 1 واشتقيتها، فطلع عندي كم؟ تساوي 5. ليش؟ لأن قلنا 5 إكس دائما مشتقتها هي فقط المعامل اللي هو 5، زائد 1 مشتقتها بصفر. أي أرجع حق التكامل اللي عندي، هل عندي دالة مع مشتقتها؟ نعم، بلاقي 5 إكس زائد 1 ومضروبة في 5 اللي هي مشتقتها. شلون أكامل؟ بستخدم اللي أنا كتبته فوق اللي هو يساوي 3 زائد 1 عطاني 4، فأقول 1 على 4. الدالة الأصلية اللي داخل القوس 5 إكس زائد 1 أكتبها، 3 اللي هو الأس أجمع مع 1 فيصير 4، بعدين زائد سي دائما أكتبه. ولاحظت لما كملت أنا شلت رمز التكامل، خلاص؟ آي أنتقل إلى المثال اللي بعده، حساب التكامل غير المحدد لدالة ما، وبنفس الملاحظة نشوف ذي المثال. عطاني تكامل يو قوس يو تربيع زائد 3 أصك القوس أس 4 دي يو. ولاحظت هني المتغير يو ومو نفس قبل إكس، فلما أشوف المتغير يو لازم هذه تكون دي يو، ما يصير أقول المتغير اللي عندي X وأحطها DU، ولا يصير عندي المتغير U وأحطها DX، فلازم المتغير نفس الرمز اللي هني DU. خذيت ما بداخل القوس اللي هو U تربيع زائد 3، جبت المشتقة له اللي هي 2U. أرجع حق التكامل، هل برع القوس نفس المشتقة؟ بلاقي لا، برع القوس مو بنفس المشتقة، فأي أقول لازم أسوي اللي برع القوس نفس المشتقة. أشوف معاكم، أول شي بنزل التكامل نفس ما هو، أنا لحين ما كاملت، اليو ناقصها شنو؟ ناقصها 2، فحط يمها 2. إنزين، لما أحط يمها 2 ما يصير أنا أحطها واسكت، لا، لازم أعدل اللي عندي التكامل، فبيبا أقول برع التكامل بحط 1 على 2، ليش؟ لأن لو أبي أرجع إليها الأصلية بشوف أنا ما غيرت، ليش؟ أقدر أشيل 2 مع 2 ترجع الأصلية، فأنا ما غيرت أي شيء، فلما أعدلها أحط العدد 2
برع واحد على العدد اللي أنا حطيته اثنين. الحين باي أشوف هل دالة مع مشتقتها؟ نعم أقدر أكامل. بلاقي إن أنا أقدر أكامل هني، بقول يساوي النص بتنزل نفس ما هي. بعدين أنا قلت أخذ الأس وأجمع معاه واحد، هذه الأس زائد واحد يعطيني كم؟ خمسة. وأي شيء أسوي هني في الأس أحطه تحت، فحطيته على خمسة. بعدين قلت اثنين في خمسة يعطيني عشرة، واحد على عشرة في القوس اللي هو يو تربيع زائد ثلاثة أس خمسة زائد السي. ولاحظت من أبتدي أكامل خلاص ينشال رمز التكامل. وبذي الشكل أنا انتهيت من هذه المثال. أنتقل إلى الجزء اللي بعده بنفس الصورة، الملاحظة اللي أخذتها بأخذ عليها مثال ثاني. عندي ذي الشكل من التكامل، عطاني ثلاثة إكس تربيع، الجذر التربيعي لإكس تكعيب ناقص واحد. طبعا الملاحظة تقول لي أن أنا عندي لازم قوس ولا أس، هذه ما في عندي قوس، فلازم أول شيء هالجذر أغيره وحوله إلى صورة أسية. فباخذ ما تحت الجذر اللي هو أس واحد، وبقول واحد على اثنين، فحول من صورة جذرية إلى صورة أسية، بيصير عندي بذي الشكل واحد على اثنين، فصار عندي القوس لا أس. أي أتأكد هل ما بداخل القوس مشتقة ما بخارج القوس؟ إني نشوف آخذ ما بداخل القوس الدالة واشتقها. إكس تكعيب هي عبارة عن ثلاثة إكس تربيع، لأن ثلاثة في واحد المعامل ثلاثة، والتكعيب أطرح منه واحد يعطيني اثنين. سالب واحد هو عدد ثابت مشتقته بصفر، فينتهي عندي ثلاثة إكس تربيع. أرجع للتكامل اللي عندي، هل برع القوس هو المشتقة؟ نعم، فأنا أقدر أستخدم الجزء اللي عندي هني وأكامل. طيب أقول أخذ الأس أجمع معه واحد فيعطيني ثلاثة على اثنين، وما بداخل القوس نفس ما هو ما غير فيه شيء. وبذي الشكل وصلت إلى التكامل، بس لازم أحوله إلى الصورة الجذرية لأنه هو بدأ عندي في السؤال بصورة جذرية. أخذ الثلاثة اللي هي فوق أحطها هي الأس، المقام اثنين أحطه هو الدليل زائد السي. وبذي الشكل أنا خلصت من هذه المثال. وفي النهاية أشكر لكم حسن استماعكم، ونرجو للجميع النجاح والتوفيق.